في الحديدة استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على حافلة نقل الركاب. وقالت مصادر محلية إن قذيفة حوثية سقطت على حافلة ركاب أثناء مرورها في شارع المطار بمدينة الحديدة، ما أسفر عن تدمير الحافلة ووفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين بعضهم من المارة. هذا وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية جرائمها المختلفة ضد المدنيين في الحديدة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية في جرائم ضد الإنسانية. للحديث أكثر عن هذه الحادثة ينضم معنا عبد الحفيظ الحطامي الصحفي. أهلا وسهلا بك سيد الحطامي، يعني ما هي آخر المعلومات حول استهداف هذه الناقلة وهي الخاصة بالركاب في شارع المطار بالحديدة؟ نعم أخي الكريم، قذيفة هاون سقطت على باص في شارع المطار تقاطع شارع القدس مساء الجمعة أثناء عملية الاشتباكات التي كانت تدور ما بين القوات المشتركة من جهة وميليشيا الحوثي التي تتمترس في الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة، وتطلق قذائف الهاون من هذه المناطق. وهذه الحوادث تعددت في هذه المناطق، خاصة أن الميليشيات تقصف بشكل عشوائي بقذائف المدفعية ومن ضمنها مدفعية الهاون، إذ تتساقط هذه القذائف عادة في بعض الأحياء السكنية وشوارع مدينة الحديدة. حادثة الجمعة الأليمة طبعا إضافة إلى 5 شهداء من المدنيين أثناء مرور باص كان يقل المواطنين المتجهين إلى حي الربصة، أيضا أصيب 3 من المارة في هذه المنطقة. هذه الحادثة سبقها حادثة مشابهة لقذيفة هاون في حي الشهداء، وأيضا قبل هذه أسبوعين كان هناك أيضا حادثة في حي السلخانة حيث أيضا سقطت قذائف هاون في المناطق السكنية. وبالتالي ميليشيات الحوثي تتحمل هذه المسؤولية الأخلاقية أمام ما يحدث من مجازر بحق المدنيين جراء تمترسها في الأحياء السكنية والمنازل والمدارس، ووضعت مرادب المدفعية سواء كان مدفعية هاوزر أو هاون في مناطق الشهداء الربصة، حي غليل، حي السلخانة، ومناطق الأحياء السكنية الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة، والتي عادة ما تصب العديد من القذائف باتجاه المناطق التي تدور فيها الاشتباكات، وعادة ما تسقط هذه أو بعض هذه القذائف في الأحياء السكنية ويذهب ضحيتها العديد من المدنيين. نعم، هل هناك، هل رصدت أي تفاعل من قبل المنظمات عقب هذه الحادثة؟ طبعا الميليشيات الحوثي لا تسمح للتصوير، لا تسمح لأن أحد يتحرك في هذه المناطق التي عادة ما يتم قصفها، وبالتالي تذهب بالعديد من عناصرها وأجهزتها الأمنية للتغطية على هذه الجرائم، وتقوم أول ما قامت في هذه المنطقة بأخذ شظايا قذائف الهاون قبل أن يتم إسعاف المصابين. للأسف الشديد هذا بحسب شهود عين كانوا متواجدين في هذه المنطقة بأن الميليشيات أيضا كانت تردد شائعات بأن العدوان قصف، وأحيانا تقول بأن الطائرات قصفت وما إلى ذلك مما تستخدمه الميليشيات من أحذية وتستخدمها أيضا من ذرائع لجرائمها الوحشية في مدينة الحديدة. وبالتالي هناك أيضا العديد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى الثورة ومستشفى العلوي نتيجة هذه القذيفة التي يعني مثلت مأساة بالنسبة لمناطق الشرقية لمدينة الحديدة. وبالتالي أصبحت عندما تدور هذه المعارك وتستخدم الميليشيات الأحياء السكنية والمنازل أيضا الشرقية وخاصة في المساء والليل تصيب الأطفال والنساء بالهلع والرعب والخوف جراء استخدام هذه الأحياء وهذه المنازل مرابط للمدفعيات والدبابات وقذائف الهاون. نعم، الصحفي عبد الحفيظ الحطامي كل الشكر لك.